تسويها لكل المرضى مال ديابيتس وتظل تايب، يعني تايب 1 تايب 2 مودي لادي إلى آخره. النوع الأول من الانفستيجيشن هو اليورين جلوكوز. اليورين جلوكوز، اليورين جلوكوز احنا مرات ايش نكتب؟ نكتب جنرال يورين، تعرفونه انتم جنرال يورين، ونكتب زائد شوغر، او نكتب بالورقه للمختبر يورين فور شوغر. اوكي يا طلاب، واضح مو؟ ايش نريد نعرف؟ نريد نعرف هل اكو شوغر باليورين لو لا، تمام لو مو تمام. فهذا شلون يسوون عاده؟ عاده هو هذا اللي هو ديبستيك، يعني اكو لتمس بيبر ويدخلون عفوا عليها بروسيسنج والبيبر ويشوفون اكو بوزيتيف لو نيجاتيف. هذا التايب مال التيست ما يفيدنا فور ذا دايجنوستس اطلاقا. يفيدنا وين؟ يفيدنا فور سكرينينج بروسيجر فور ديتكتينج ديابيتس. يعني شلون مثلا؟ يعني مثلا احنا اليوم مريض سوينا له جنرال يورين، ويجينا مريض مثلا مريع عمره 50 او 60 سنه، سوينا له ثيوريا، يعني في دي فريكوانسي الشك انه عنده يورينري تراكت انفكشن، فدزيتها جنرال يورين اكزام. يجينا جنرال يورين اكزام، اكيد انتم كلكم المكونات اليورين، اول مره الكلار سبيسيفيك جرافيتي، تمام لمو تمام، البص سيل الابيثيليال سيل جرانولار كاست الالبومين الشوغر، ذني كل المكونات الجنرال يورين. طبعا ابو المختبر لازم كل يكتبن لنا فايش يطلع مثلا بالجنرال يورين. يطلع عندنا شوغر 1 بلس 2 بلس 3 بلس، يعني اكو شوغر باليورين. هاي معناته تخلينا مانديت انه نسوي له فيرذر ايفالويشن، يكون اكو المريض عنده ديابيتس. ذول للمرضى اللي ما عندهم ديابيتس مثلا، اوكي طلاب. فلذلك سمينا احنا اتز ا كومن سكرينينج بروسيجر فور ديتكتينج ديابيتس. طبعا اف بوسيبل ذا تيست شود بي بيرفورمد اون يورين. احنا لذلك اهميه اليورين جلوكوز لازم يكون على الاقل اذا اريد نشوفه بالديابيتس انه لازم من 1 اور اور 2 اورز افتر ذا ميل. يعني مو مثلا من انا ماكل وتعال سوي لنا جنرال يورين فور شوغر، لا هذا ما يعطينا ماكسمايزنج ذا سنسيتيفيتي، ما يطلع عندنا صحيح. فاتليست لازم ساعه الى ساعتين ورا الميل على مود يكون هذا التحليل جدا صحيح. فإذا طلع عندنا جلوكوز باليورين فهاي يسمونها جلايكوزيوريا. جلايكوزيوريا، جلوكوز ويوريا وباليورين. فإذا لقينا جلايكوزيوريا طلاب، المرضى اللي هم مو أصلا ديابيتس، إحنا إذا مريض ديابيتس يعني أكيد يطلع عنده جلوكوز، هذا ما نحتاج له يعني سكرينينج، هو أوريدي هو ديابيتك المريض. لكن هنا نحكي على المرضى اللي هم أصلا مو ديابتك ولقينا عندهم جلايكوزوريا، لذلك نحتاج الى بلد تيست فور ذا دايجنوستس. هنا ايش تطلع عندنا؟ هنا يعتمد الجلوكوز على مود يطلع باليورين. وات از وي كولد رينال ثريشولد فور جلوكوز. رينال ثريشولد فور جلوكوز، رينال ثريشولد فور جلوكوز محسوبه طلاب اذا كان الجلوكوز اكثر من 180 ملي جرام بير ديسيلتر، وهي لازم تكتبونها، فهذا 100% يطلع باليورين، اذا اقل ما يطلع. فهي يسمونها رينال ثريشولد فور جلوكوز. لكل ماتيريال، لكل ماتيريال الى ثريشولد يسمونها رينال ثريشولد. فرينال ثريشولد فور جلوكوز على مود يطلع باليورين، على مود يعبر ذي يسوي فلترد جلوميري ولا يسوي له فلتريشن للجلوكوز ويطلع باليورين، يحتاج لازما اكثر او يساوي 180 ملي جرام بير ديسيلتر لليور للجلوكوز بالبلد. فاذا اكثر من 180 ملي جرام بير ديسيلتر قيمه الجلوكوز بالبلد فراح يطلع عندنا باليورين اللي احنا نسميها لو ثريشولد. يعني لو ثريشولد فور جلوكوز، كل ما تكون الثريشولد قليله، طبعا نعرفها احنا بالعكس، يعني اذا الرينال ثريشولد مثلاً فرض أن الماتيريال الرينال ثريشولد إلى فور إكزامبل ألبومين، يعني الألبومين هاي رينال ثريشولد طلاب، هاي رينال ثريشولد. يعني حتى لو كانت الألبومين قيمة الألبومين بالسيركوليشن قليلة راح تطلع عندنا بالبلاد، عفوا باليورين. واضحة هاي الفكرة طلاب؟ واضحة؟ جابوني واضحة؟
نعم نعيدها اوكي. يعني الرينال ثريشولد، الرينال ثريشولد يسمونها انقسم الى قسمين، لو اور هاي. اللو حفظوها يعني عكس قيمه الماده بالسيركوليشن. يعني مثلا الجلوكوز اذا كل ما يكون 180 او اكثر راح يطلع جلايكوزيوريا، لذلك يسمونها لو رينال ثريشولد، يعني حساسه جدا معناتها. بينما لا، اذا كانت قيمة الشوك، قيمة المادة مثلا الألبومين قليلة، نقول هاي رينال ثريشولد، فراح تطلع بالسيركوليشن. فالجلايكوزيوريا اللي هي نعتبرها من جماعة اللو رينال ثريشولد، كل ما يكون الشوجر أكثر أو أكثر أو يساوينا 180 ميلي جرام بر ديسلتر بالسيركوليشن، easy to detect، لذلك يوريا. طبعا بالمناسبة الجلايكوز يوريا احنا مرات نشك يطلع عندنا شوجر باليورين وننزل المريض، أما نقول يا بي تعال سوي فاستنج بلا شوجر أو 2 أور بوست برانديال شوجر، مرات يطلع نورمال طلاب، مرات يطلع نورمال. لذلك الجلايكوزيوريا مو هي almost always هي باثولوجيكال، لا مو باثولوجيكال، فهي مرات تصير النورمال بيبل اللي هم عادة بالبريجننسي واليانج بيبل. هنا طبعا باليانج بيبل شوية تختلف الرينال ثريشولد، راح تصير الجلايكوزوريا لو، فالعفو هاي، فتصير عندهم بسرعه easily to detect in young people. يعني هواي مثلا يجونا مرضى، خصوصا هاي وين نشوفها بالبريجننسي طلاب، مثلا طبيبه النسائيه الشك سوي جنرال عاده بالانتينيتال كير لكل بريجننت راح تسوي لها شوجر، اكيد طبعا عرفوها، تعرفوها انتم مثلا بلد شوجر، بلد يوريا، جنرال يورين، بلد بريشر، الويت، يعني كلش مطلوبات بالانتينيتال كير مثل ما تعرفونهن. فوحده من عند نسوي جنرال يورين فيطلع الشوجر مثلا 120 تو اور بوست برانديال، وتلقى عندهم جنرال يورين في 2 بلس 3 بلس، فالمريضه طبعا طبيبه النسائيه تخاف ليكون انه مثلا شنو هو ديابيتس، فدز لك اياه للفيزيشن او للاندوكرينولوجيست، دزت تقول يا ابا هاي عندها. فاحنا طبعا اوكي، فاتز رينال جلايكوزوريا مرات نلقاها اتز ابناين كونديشن اند ريليتد تو ديابيتس. طبعا اكو قسم الادويه ايضا تسوينا رينال جلايكوزوريا اللي هي فور اكزامبل بيتا لاكتام انتيبايوتكس، لفور اكزامبل اموكسيسيلين، ميروبينيم، ذني كل جماعه البنسلين، ذني جماعه البيتا لاكتام، ليفودوبا، مثال دوبا اللي سنترال اكتنج انت هايبرتنسيف دريج، وسالسيليت اللي هو سالسيليت اسلا، هذا ايضا مرات يسوي انترفيرنج ذا يورين جلوكوز، وبسرعه يطلع الجلوكوز باليورين، ومرات نخاف ليكون عنده ديابيتس، نرجع نسوي له فيرذر ايفالويشن يطلع عنده نورمال شوجر. فالجلايكوزيوريا نعم مهم، اذا لقيناها نحتاج لها فيرذر اسسمنت باي بلد تيست على مود فور ذا دايجنوسيس. مع ذلك يبقى المرضى اللي هم نيولي دايجنوز ديابيتس او نيولي ديسكفر ديابيتس، الجلوكوز هو مو دايجنوسيس طلاب، اوكي سكرينينج. البلد تيست او البلد جلوكوز، البلد جلوكوز احنا عاده نسحب الطريقه المثلى لقراءة البلد جلوكوز بال فور اني بيشنت، هي نسحب فينوس بلد من اللي يسمونها الطريقة البطيئة اللي هي عادة تكون تشيب واوتوميتد، يعني جهاز هو يقرأ لك الشوجر. اوكي واضح الطريقة، يعني سهلة، يعني ريلايبل انزيماتيك ريأكشن، وعادة تكون يوجوالي تشيب، كلش تشيب يعني، ومستحيل ماكو واحد احنا من عندنا ما مسوي بلد جلوكوز مرتين او ثلاثه بحياته اللي هو مو ديابتك، بينما ديابتك لا عاده نحتاج اكثر. بلد جلوكوز كان also be measured بلد ستيك. شنو تيستينج ستيك طلاب؟ شايفين هذا الجهاز الجلوكوميتر الصغير؟ شايفينه ولا؟
أكيد يعني بالبيوت هذا يوكوميتر جهاز صغير، إحنا شو نسوي؟ نيدلستيك من الفينجر تيب تشك صغيرة ودروب أوف بلد ونحطه على البيبر اللي موجودة عليه هو يقرأ لنا الشوغر. أوكي شايفينه؟ هذا شو يسمونه؟ يسمونه بورتابل إلكترونيك ميتر، جلوكوميتر، جلوكوميتر يعني قياس الجلوكوز. هذا شيء يقرأنا، يقرأنا الفينجر بريك، الفينجر بريك اللي هو عادة الكابيلاري طلاب، يعني الكابيلاري صح لو لا، يعني مو فين أو وريد أو شريان كبير، مو تمام لو لا. فهي الفينجر بريك. هذا أيضا يسوينا مونيتورينج فور ديابيتس تريتمنت وليس فور ذا دايجنوستس. يعني مثلا احنا هواي يجون مرضى يقول لك انا دكتور شو قست سكري بهذا الجهاز الجلوكوميتر عندنا بالبيت، مثلا واحد ديابيتك وقسته شو لقيته عالي، فايش قد ديابه طلع عندك؟ طلع عنده مثلا اليوم هو فرضا مثلا 180 او 200. هذا مو كافي فور ذا دايجنوستس طلاب، واضح؟ مو دايجنوستيك. نعم نحتاج لبعد فيرذر بلد تيست اللي هي الطريقة البطيئة احنا نسميها، نفحص المريض نسحب له بلد من الفينوس سيستم ونوديه فور راندوم للشوغر فاستنج او 2 اور بروست برانديال والاتش بي اي 1 سي. هذول نحتاج لهم من دول اللي هم في جار بريك بالبورتابل الكترونيك ميتر فور مونيتورينج ذا دايابيتس تريتمنت فور اني ايفيدنس اوف هايبوغلايسيميا، فور اني ايفيدنس of hypoglycemia، خصوصا المرضى اللي هم الكبار اللي ياخذون سلفونيليوريا هاي دريك تسوينا تقللنا الجلوكوز، تسوينا انسولين سكريشن وتقللنا الجلوكوز مباشره، او للمرضى اللي ياخذون انسولين غيرها ما نحتاجه فور ذا دايجنوستس. اوكي فاذا جبنا لكم ام سي كيو قلنا لكم ذا فولوينج تيست از يوسفول فور ذا دايجنوستس فور ديابيتس، ونجيب لكم مثلا يورين فور شوغر و بورتابل الكترونيك ميتر فور كابيلري فينجر بريك، شو تقول لنا؟ تقول لنا فولس. واضح طلاب؟ اوكي واضح الصوره ممكن تمام. نعتبر دايجنوستس لو لا؟ نعم لان ما نعتبرهن فور ذا دايجنوستس اوف ديابيتس يورين فور شوغر، ما نعتبره فور ديابيتس، تحتاج سكرينينج. إذا لقينا شرب اليورين نروح نسوي له هذا إيفالويشن بلد تيست. إذا لقينا مريض مثلا سوينا له اليوم بورتابل، يعني احنا نحكي عن المرضى اللي هم مو ديابيتك ولقى عنده الشوغر عالي، هذا أيضا ما نعتبره دايجنوسيس، فلازم نسوي له فيرذر إيفالويشن، يعني نسوي له فاستنج، نسوي له اتش بي 1 سي. هذول مو نحتاج فور ذا دايجنوسيس هذا الجهاز، نحتاج من هذا تيست to monitor the diabetes treatment. كي طبعا خطا هو اللي معمول بيه احنا نشوف الشوغر بي عالي او لا، لا طبعا هو يطلع الشوغر بي عالي لانه عاده الكابيلري يكون الشوغر اعلى من الارتيريال اور الفينوس، الميكانيزم تختلف هنا. Many countries now offer self monitor مثل ما حكينا لكم اياها، self-monitoring only to people with type 2 diabetes.